السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تولز اسمها بلاناري فور اوتوديسك ريفيت من شركة اسمها اجايل فورم. دي بيساعدك في التصميم في المراحل الاولى من المشروع. عندك اربن بلانينج يبدأ ان هو يساعدك في ان انت تحسن الورك فلو بتاع المشروع ودراسة المشروع بالشكل دوت. اخترنا قطعة الارض ويبدأ يديك المعلومات عنها وازاي ان احنا ممكن نقسمها، ويديك اكتر من تصميم ليها. وده ال 3 دي فيو وده الاناليسيس بورد، ويبدأ يديك الاستخدامات بتاعة المشروع، وتقدر ان انت اد بيلدينج بارت او ان انت تحسن فيه، فيساعدك على اتخاذ القرارات في قلب المشروع. ممكن تقول له بقى انا عايز اصدرها كماس انتو ريفيت او بريفيو ايميج او اكسل داتا فايل، وده الموقع. يقدر يساعدك في السايت بلانينج جوه الريفت وجوه الاوتوكاد في الريل تايم. اول ما تعمل اي تعديل في المشروع يبدا يوريك نتيجه التعديل دي هتبقى ازاي على الدراسه. برضو بيعمل لك دراسه لكل حاجه بالالوان شادو كولر.